السلام عليكم شباب أولى ثانوي، ده آخر درس مقرر عندنا في التريج بالنسبة للفترة دي، الـ Angles of Elevation and Angles of Depression. طيب هو درس يا جماعة من أهم الدروس اللي عندنا في المنهج كله، ولازم نبقى عارفينه ومتقنينه كويس جدا جدا جدا. طب يا مستر، أول حاجة فهمنا وعرفنا يعني إيه Angles of Elevation ويعني إيه Angles of Depression. هنتكلم بالراحة وبإكزامبلز بسيطة كده مننا عشان نفهمها. لو انت واقف في الشارع كده اهو مثلا، وبتبص على شجرة موجودة في الطريق، الشجرة وليكن اهي عاملة بالمنظر ده، انت بتبص مثلا على عصفورة واقفة في الشجرة فوق، فانت بصيت لها بالمنظر ده. ايه يا مستر الانجل اللي انا بصيت عليها من فوق دي؟ اول حاجة يا جماعة، انا لازم ارسم الهوريزنتال ليفل بتاعي، يعني لازم ارسم مستوى النظر بتاعي. طيب انا كده بصيت على الشجره اللي انا ببص عليها دي، بصيت بفوق لفوق. ما دام يا جماعه انا بصيت لفوق، يبقى دي اسمها انجل اوف اليفيشن. الانجل اللي انا طلعتها دي اسمها انجل اوف اليفيشن، الانجل اللي انا ببص بيها من مكان ما انا واقف لفوق على برد مثلا، على واحد صاحبي واقف في البلكونه، على برج، على اي حاجه عاليه، على طياره طايره في السماء. انت باصص لفوق فطلع حاجه اسمها انجل اوف اليفيشن. لازم وتخلي بالك ترسم مستوى النظر بتاعك الهوريزونتال ليفل مع الانجل اللي انت بتبص عليها، طلع حاجه اسمها انجل اوف اليفيشن. طبيعي الشجره او التاور او البيلدينج او اي حاجه ببص عليها بتبقى بيربنديكولار على الجراوند، بيبقى بيربنديكولار على الارض. هلاقي نفسي يا جماعه طلعت رايت انجل ذا تراينجل. هيسالني اي سؤال فيه، هشتغل بالدرس طبعا اللي كان قبله اللي هو سولفنج الرايت انجل ذا تراينجل، اجيب له اي حاجه هو عايزها سواء ساين او كوزاين او تان او ايا كان. يبقى الانجل اللي طلعت دي اسمها انجل اوف اليفيشن. طيب يا مستر، امال ايه يا مستر قصه انجل اوف ديبريشن دي؟ طيب انا عايزك تتخيل نفسك ان انت واقف في البلكونه، ادي العماره بتاعتك وانت واقف في البلكونه اهو، وفي عربية في الشارع تحت انت بتبص لها او بتبص عليها. طبعا مبدئيا الـ 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 العمارة بتاعتك مع الارض هما برضو بيربنديكولر. طيب انا واقف دلوقتي يا شباب هنا، المستر قال لازم اول حاجة ارسم الهوريزنتال ليفل بتاعي، مستوى النظر الطبيعي بتاعي. ادي مستوى النظر الطبيعي، وادي اللاين اللي انا ببص على العربية اللي تحت منه. فين الانجل اوف ديبريشن يا مستر؟ هي الانجل اللي طلعت دي. اوعى تقول لي هي الانجل دي، لا، لازم تبقى الانجل ما بين الهوريزونتال ليفل والخط اللي بيوصلني على الحاجه اللي ببص عليها. يبقى اللي طلع جوه ده اسمه انجل اوف ديبريشن. طب يا مستر، احنا واخدين بالنا من حاجه يا مستر، ما دام الهوريزونتال ليفل والجراوند هما الاثنين هوريزونتال، يعني هما الاثنين بارلل. طب ما يا مستر ما طلع لي حرف الزد اللي هما الالترنيت انجلز، يبقى الانجل اللي هو طالبها اللي هي دي الانجل اوف ديبريشن هي يا جماعه الانجل اللي جوه الترينجل بتاعي اللي انا ببقى محتاجها. اقدر برضو اجيبها زي الدرس اللي فات سواء بالساين او بالكوزاين او بالتان او بايا كان. يبقى يا جماعه اهم نقطه عايز اقولها قبل ما نبدا اي مساله، ان انا لازم ارسم الهوريزونتال ليفل بتاعي مع اللاين اللي هيوصلني على الحاجه اللي ببص عليها. يطلع لي لو ببص لفوق يبقى انجل اوف اليفيشن، لو ببص لتحت يبقى انجل اوف ديبريشن. الانجل اوف ديبريشن بتبقى عامله حرف الزد، فبتجيب لي انجل جوه الترينجل. ببدا اشتغل تريجنومتري ساين كوزاين تان واجيب الحاجه اللي هو طالبها مني. طبعا انت كل ما بتقرب من الحاجه كل ما الانجل اوف اليفيشن بتاعك بيزيد، خلي بالك من ده، لدرجه ان انت لو بقيت مثلا تحت النجفه بالظبط وبتبص عليها هتكون عامل رقبتك 180 ديجري. فانت كل ما بتقرب كل ما الانجل اوف اليفيشن بتاعتي بتزيد معايا. طيب تعالوا نبدا ونشوف مع بعض اول اكزامبل في الدرس ده، ناخده جزء جزء عشان يبقى سهل علينا ان شاء الله وما فيش حاجه تقف معانا خالص. طيب اول اكزامبل يا جماعه معانا، تعالوا كده نقراه مع بعض ونشوف ازاي هنقدر نرسمه. لازم ارسم صح عشان اقدر احل المساله صح. الاكزامبل بيقول a man found that the measure of angle of elevation of the top of a house at a point 50 meters far from its base is 38 degrees 26 minutes. Find the height of the house to the nearest meter. على فكره nearest meter دي معناها to the nearest unit، يعني مش عايزين decimals خالص. طب يلا كده تعالوا نجرب نرسمها مع بعض.
بيقول ان الراجل لقى الانجل اوف اليفيشن للتوب اوف هاوس. اول حاجه ارسم ادي الهاوس اهو. طبعا الهاوس بيبقى مبني على الجراوند، فطبيعي هنا دي 90 ديجري. الراجل بيبص على التوب اوف هاوس، يعني اعلى حته فيه. طيب انا واقف هنا اهو، هو قال انت واقف قد ايه؟ قال at a point 50 meters from its base. ده البيس بتاع الهاوس، وده المكان اللي انا واقف منه. الديستنس 50 meters. طيب لان الانجل اوف اليفيشن زي ما اتفقنا ده الهوريزونتال، وهبدا ارسم على الحاجه اللي ببص عليها دي. الانجل اوف اليفيشن اللي الراجل بيقول لي عليها، قال ان هو لقى الانجل اوف اليفيشن 38 ديجري 26 minutes. طب انت عايز مني ايه بقى؟ قال لي find the height of the house to the nearest meter. طبعا هو ده ال height of the house، تعالوا نسميه مثلا A B C. انت مادام رسمت صح هتقدر تحل صح بالدرس اللي كان قبل كده اللي هو solving the right angle the triangle. انا دلوقتي يا شباب عايز ال height of the house. طب تعالوا نبص ونشوف عندنا ايه. انا عندي angle C وعندي لاين بي سي وعايز الاي بي. طب يلا كده نستخدم التريج، ما قدامناش غيرها دلوقتي. الانجل اللي عندي اللي هو طالبه مني اي بي يقرب لها ايه يا شباب؟ يقرب لها يا مستر الاوبوزيت. طب ال50 اللي هو اديها لي يقرب لها يا مستر ادجيسنت. اوبوزيت وادجيسنت ايوه تقى، يبقى تان. هقوم جاي قايل له يبقى تان الانجل اللي انت مديهاني 38 ديجريز 26 مينتس ايكوالز اوبوزيت اللي انا عايزه اللي هو الـ AB over الـ adjacent اللي هو 50. علشان أجيب اللي أنا عايزه اللي هو الـ height of the house هعمل 50 multiplied by 10 38 degree 26 minutes. طيب بحسبة بسيطة جدا على الكالكليتور هلاقي الـ height of the house طلع approximately to the nearest meter. يعني يا شباب لو طلع الديسمال بتشوف بعد البوينت أول رقم إيه، لو 5 فيما فوق بنزود اليونتس بتاعتنا 1. فبعد ما عملنا الراوند بتاعنا او الابروكسيميشن طلعت الانسر 40 meters. يبقى انا كده قدرت اجيب الهايت اوف ذا هاوس ايكوالز 40 meters. طيب هناخد كمان اكزامبل نبدا برضو نشوف كده الليفلز بتاعت الاسئله بتاعت الدرس ده مع بعض، وان شاء الله نفهم كلهم واحده واحده. تاني اكزامبل يا جماعه عندنا، وطبعا ما يهمكش ان هو شكله كبير كده، هو بس الراجل بيشرح الرسمه اللي انا هرسمها. السؤال بيقول from the top of a tower of height 50 meters. يعني الراجل يا جماعة اداني مثلا ادي التاور هايت بتاعه 50 meters. طبعا التاور مبدئيا هو موجود على الجراوند، يعني مبني على الارض، فطبيعي برضه هما perpendicular على بعض. انا بيقول لي from the top، يعني انا واقف هنا دلوقتي. the measure of the angle of depression، يعني انا هبص تحت. of a body، ادي body اهو. in the same horizontal plane with its base، البادي ده على نفس الهوريزونتال بلين مع البيس اوف ذا تاور، is 23 degrees 24 minutes. طب يا جماعه احنا اتفقنا ازاي هنرسم الانجل اوف ديبريشن؟ في ناس بيقوموا موصلين ده ويقولوا يا مستر هي الانجل اللي طلعت دي. طبعا الكلام ده غلط. احنا اتفقنا الاول نرسم الهوريزونتال ليفل بتاعي وبعدين اوصل الحاجه اللي انا ببص عليها بالمكان بتاعي اللي انا واقف عنده اهو. طيب فين الانجل اللي طلعت اللي هي الانجل اوف ديبريشن؟ قلنا هي الانجل دي. الراجل قال ان الانجل دي 23 ديجري 24 مينتس. قلنا اكيد طول عمر الاثنين الهوريزونتال بارلل لبعض يبقى عندي حرف زد، يبقى دي كمان 23 ديجري 24 مينتس. مستر انت ليه بتدخلها جوه الترينجل؟ علشان اقدر استخدم التريج اللي احنا عارفينه يا جماعه. الراجل سال بقى find the distance between this body and the base of the tower to the nearest meter. برضو مش عايزينها decimals، عايزينها whole number. يبقى المرة دي انا طالب ده، خلينا برضو نسميها يا جماعة A B C. بعد ما رسمت صح خلاص الموضوع بقى بسيط. فين الانجل؟ ادي الانجل اللي انا عارفها اللي هي انجل C. طب يا مستر فين اللي عندك وفين اللي انت عايزه؟ انا عندي ال 50 طبعا يقرب للانجل اهو في وشها، يبقى opposite. انا عايز ده، ده يقرب لها ايه؟ ال adjacent. طب opposite و adjacent سوا كهرباء تقى، يبقى tan. يبقى برضو هنقول tan الانجل اللي هو 23 degrees 24 minutes equals ال opposite اللي هو 50 over ال adjacent اللي انا عايزه اللي هو ال BC اللي هو ال distance. طب ازاي اجيبه؟ احنا متفقين يا جماعة دي كأنها over 1.
طب علشان اجيب الديستنس اللي الراجل بقى عايزها اللي هي البي سي هعمل ايه؟ هنعمل كروس مالتيبليكيشن 50 مالتيبلاي 1 ديفايد 10 23 ديجريز 24 مينتس. بعد الابروكسيميشن تو ذا نيرست ميتر الانسر بتاعتي طلعت 116 meters. يبقى انا كده جبت له the distance between البادي والبيس اوف ذا تاور اللي انا واقف عليه من فوق. عملنا يا جماعه كروس مالتيبليكيشن 50 مالتيبلاي 1 ديفايد 10 23 ديجريز 24 مينتس. كده ابقى انا جبت الديستنس اللي هو عايزه. طيب كمان اكزامبل يا جماعه. تالت اكزامبل يا جماعه معانا بيقول ايه؟ A man of height 1.5 meters. المره دي اول مره يديني بقى الهايت بتاع البني ادم، يبقى هو عايزني استخدم الهايت ده يا جماعه. Was standing on the ground. يبقى ادي الجراوند بتاعتي اهي، وادي البني ادم اللي واقف اهو يا شباب. هو قال ان البني ادم ده طوله 1.5 meters. طيب ماله يا عم الحاج؟ قال at a point اللي هو واقف عليها which is 10 meters far from a flag pole. يعني هنعتبر ان هنا في علم اهو، العلم اهو، هو هنا at a distance 10 meters من الفلاج بول. He found that the measure of the angle of elevation of the top of the flag pole is 40 degrees 22 minutes. اتفقنا يا جماعة، اعمل الاول، ادي الراجل عينيه هنا اهو، اعمل الهوريزنتال ليفل بتاعي الاول اهو زي ما احنا متعودين. بعدين هو بص على التوب اوف ذا فلاج بول، طيب لقى ان الانجل اوف اليفيشن اللي طلعها 40 ديجريز 22 مينتس. طب انت طلبت مني ايه بقى؟ فايند ذا هايت اوف ذا فلاج بول كله برضه تو ذا نيرست ميتر. انا عايز يا جماعه هايت الفلاج بول كله. مستر وانت المره دي ليه رسمت البني ادم؟ ما المسائل اللي فاتت ما رسمتوش. المسائل اللي فاتت يا جماعه هو ما ادانيش هايت البني ادم، يبقى كان بيتكلم من مستوى نظري على طول. اما هنا هو اداني ان الهايت بتاعه 1.5، فانا رسمت 1.5 ومن مستوى النظر بتاعه بص على الفلاج بول لفوق. طيب هو عايز الهايت ده كله، طبعا الحته دي كده كده ب 1.5 عشان اللي اتقفل ده يعتبر كده ريكتانجل، تمام يا جماعه؟ فالحته دي ب 1.5 زي الاوبوزيت ليها. انا فاضل احسب الجزء اللي فوق، لو سميناها A B C مثلا D E اي حاجه بقى. انا عايز احسب الاي بي عشان اعمله بلس على ال 1.5 يديني الهايت بتاع الفلاج بول كله. طبعا كالعاده هنخش جوه الرايت انجل تراينجل بتاعنا، ماليش دعوه باي شكل تحت اللي هو الريكتانجل، انا ليا دعوه بالرايت انجل تراينجل. طبعا هو رايت يا مستر، يبقى من حقي استخدم الترجنومتري بتاعتنا. ادي الانجل الراجل الدهاني 40 ديجريز 22 مينتس. طيب هو عايز مين يا مستر؟ هو عايز ده يقرب ايه للانجل؟ يقرب اوبوزيت. طب اداني مين يا مستر؟ مش واخدين بالكم يا جماعه ان ده ايكوال للاوبوزيت ليه عشان ريكتانجل؟ يبقى اداني يا مستر ده برضو ب 10. ده يقرب ايه للانجل؟ يقرب ادجيسنت. اوبوزيت وادجيسنت تو اي، يبقى 10 برضو. اقوم قايل 10 الانجل ما ننساش 40 ديجريز 22 مينتس ايكوالز الاوبوزيت اللي هو الاي بي اللي انا عايزه اوفر الادجيسنت اللي هو 10. هودي ال 10 بالمالتبلاي، هيطلع الاي بي ايكوال 10 مالتبلاي 10 40 ديجريز 22 مينتس، طلع ابروكسيميتلي 8.5 مترز. طيب هنا 8.5 مترز اللي هو الجزء الاي بي، والجزء اللي تحت 1.5 مترز. طيب اما اجي احسب بقى الهايت اوف ذا فلاج بول كله، اعمل 8.5 بلس 1.5 تطلع الاجابه 10 مترز. يبقى انا او 10 مترز. يبقى احنا كده يا جماعه حسبنا هايت الفلاج بول كله على بعض ب 10 مترز. خلي بالك الفلاج بول مش لغايه الاي بي بس، هو لغايه الارض. فاحنا حسبنا ال 8.5 وجمعنا عليها ال 1.5 اللي هي قد طول البني ادم عشان هو بدا يبص من فوق من عند عينيه كده، فبقى الهايت كله بتاع الفلاج بول 10 مترز. طيب مساله كده كمان ونشوف برضو بقيه الافكار. اكزامبل 4 يا جماعه معانا، تعالوا كده نقراه مع بعض. A light pole of height 7.4 meters. عندنا light pole عمود نور يا جماعه اهو، الهايت بتاعه 7.4 meters. طبعا عمود النور ده على الارض برضه، فطبعا اكيد perpendicular. Gives a shade on the ground of length 5.55 meters. عمود النور ده يا جماعه
خياله أو ظله على الأرض طوله 5.55 meters. حلو جدا. طبعا خياله ده معناه ان هنا في ايه؟ ان هنا في شمس، والشمس عملت ظله طلع على الارض 5.55 meters. Find in radian the measure of the elevation angle of the sun at that moment. يعني عايز اعرف الانجل of elevation to the sun اللي هي كده اهو. طبعا انت خلي بالك كده، انت كأنك باصص للسن. انا عايز منك الانجل دي، وليكن نسميها مثلا يا جماعة ثيتا. طيب خلاص كده، ما دام اترسمت يا مستر سهلة جدا، ما فيش اي مشكلة. انا عايز الانجل دي وعندي تو سايتس، يقربوا لها ايه بالترج كده على طول عشان ده رايت برضو. ادي ده يا مستر الاوبوزيت، وده الادجيسنت، تبقى برضو تان، يبقى تان ثيتا equals opposite اللي هو 7.4 over adjacent اللي هو 5.55. طب to get ثيتا طبعا عكس تان، هنقوم عاملين شيفت تان. لما عملنا جماعة شيفت تان 7.4 over 5.55 طلعت الانسر 53 degrees 7 minutes 48 seconds. يا مستر خلي بالك الراجل قال لك in radian. طيب علشان نحولها الراد، الناس تفتكر معايا كده، كنا بنعمل الانسر اللي طلعت دي multiply ها باي over 180، تطلع لي الانسر 0.927 راد. او انت من البدايه خالص ممكن تعملها شيفت تان، بس تبقى جايب المود بتاع الكالكليتور على الراديان يا جماعه مش على الديجري، برضو ساعتها هتجيب لك الاجابه على طول صح. طيب فاضل كده معانا كمان اكزامبل ناخده كده في السريع عشان يبقى خلصنا كل افكار الدرس ده. اكزامبل 5 يا شباب، from the top of a rock of 50 meters high. بس خلي بالكو معايا وانا برسم الرسمة دي علشان مهمة جدا جدا جدا. تعالوا يا جماعة كده نبدأ السؤال، بيقول ايه تاني؟ from the top of a rock of 50 meters high. يبقى انا عندي rock صخرة كده على ارتفاعها 50 meters. The measure of the two angles of the prison of two sailboats are 32 degrees 10 minutes and 49 degrees 30 minutes. يبقى انا واقف في التوب فوق وباصص على تو سيل بوتس، مركبين كل واحده عامل عليها انجل اوف ذا بريزن. طب مبدئيا انا قايل عشان ارسم الانجل اوف ذا بريزن لازم ارسم يا جماعه لو نفتكر مع بعض الهوريزونتال ليفل بتاعي، بعدين ابدا اوصل بكل سيل بوت، ادي الاولاني وادي التاني. الراجل اداني الاثنين وبيقول لي find the distance between the two sailboats. طيب knowing that the two sailboats and the base of the rock are collinear، يعني هما التلاتة on the same straight line. طبعا ادي رايت right. الراجل عايز مني ال distance دي، لو سميناها A B C D. طيب يلا كده نحط الانجلز بقى كويس. خلي بالكو هو بيبص على اول واحده دي بانجل صغيره، اللي اقرب منه قلنا كل ما نقرب هنا كل ما الانجل تزيد، فطبعا الصغيره هيبقى بيبص بيها على السي اللي هي 32 ديجري 10 مينتس، اما الكبيره كلها هيبقى بيبص بيها على الدي اللي هي 49 ديجريز 30 مينتس. طيب خلي بالكوا بقى، احنا قلنا في الانجل اوف اليفيشن في الديبريشن بنعمل حرف الزد، يبقى كده يا مستر الجزء ده اللي هو بيبص عليه بي 32 ديجريز 10 مينتس. طيب الجزء بقى ده الاكبر 49 ديجريز 30 مينتس. طيب خلي بالكم يا جماعه ان احنا شغلنا كله قلنا الترم الفتره دي جوه الرايت انجل ذا ترانجل. انا عندي هنا اتنين رايت، الترانجل الكبير كله اي بي سي، والترانجل الصغير اللي اسمه اي بي دي. انا اللي مطلوب مني ان انا هاو تو جيت ذا لينث اوف سي دي. طيب ايه رايكم في حاجه؟ لو احنا جبنا الترانجل الكبير استخدمناه طلعنا منه البي سي كلها، بعدين الترانجل الصغير طلعنا منه البي دي، ونعمل ده ماينس البي دي هيتبقى لي السي دي. يعني مثلا يا جماعه لو ده كله طلع ب 10 والحته دي مثلا طلعت ب 6، يبقى متبقي هنا يا مستر 4 10 ماينس 6 ايكوال 4. تعالوا ننفذ الكلام ده بقى. يلا تعالوا نبدا الاول بالترانجل الكبير اللي هو ان تريانجل اي بي سي. يلا نشوف كده هنستخدم ايه. طبعا ادي الرايت اهو، انا عندي انجل اهي يا مستر 32 ديجريز 10 مينتس، عندي ال 50 اقرب لها الاوبوزيت، وانا عايز البي سي اقرب لها ادجيسنت، يبقى برضه هعمل تان
32 degrees 10 minutes equal الـ opposite اللي هو 50 over الـ adjacent اللي انا عايزه BC. اتفقنا دي كأنها over 1. هنعمل يا جماعة cross multiplication. 50 multiply 1 divide 10 32 degrees 10 minutes هلاقيها طلعت كلها 79.5 meters طبعا approximation يعني. طب بعدين تعالوا نخش جوه الترانجل الصغير اللي هو هنكتبها هنا معلش كده بقى A B D. برضو يا شباب خلي بالكو ادي الانجل اللي انا عارفها وادي السايد اللي انا عارفه برضو يقرب لها اوبوزيت وانا محتاج البي دي يقرب لها ادجيسنت برضو اوبوزيت وادجيسنت يبقى تان 49 degrees 30 minutes equal 50 over بي دي. نفس الكلام بالظبط over 1 cross multiplication 50 by 1 divide 10 49 degrees 30 minutes طلعت approximation 42.7 meters. طيب خلي بالكوا بقى يبقى دي كلها اللي هي البي سي كلها طلعت 79.5 البي دي بس طلع 42.7. انا عايز الديستانس بين التو سيل بوتس ادي المركبين اهم يعني عايز السي دي ايوه ببساطه اعمل ده ماينس ده 79.5 ماينس 42.7 تطلع الاجابه عندي على طول كده 36.8 meters. يبقى كده جبنا الديستانس بين التو سيل بوتس. الدرس ده يا جماعه مهم جدا 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 اتمنى نبقى فهمناه كويس نحل عليه كتير جدا من المعاصر برضه او من البوكلت ولو عندكم اي مشكله او اي حاجه واقفه قصادكم ابعتوها لي على طول. يلا بالتوفيق يا رب. السلام عليكم.